بعض المنكرات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تيجي تنكر المنكر او تنكر البدعه، بتلاقي الناس عاموا عليك الله الله، بتروح زي الشطه بتلاقي شلت البوست. ليه شلت المنشور؟ عشان الناس انكروا علي. بطل في عندنا جرأة بقول الحق. والله صرنا البعض صار ما يسترجي يقول كلمه بدعه بدون ما يحدد، يعني يحط منشور اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه، بس يحط هيك صار بطل يسترجي يحط هاي بدون ما يسمي شو هي البدعه، بدون ما يقول شيء. لا مجرد ما حط هيك عشان حيطلع واحد يقول لك لا البدع اقسام وكذا ولعب بمنع الناس. لا لا يا اخي ريح راسك. طب وين حنيفه مسلمه؟ شيخ الاسلام الهروي رحمه الله، وهذا كان عنده قوة بالحق ومهابة حتى السلاطين تهابه، يقول عرضت على السيف 5 مرات. انتبه، لا عن أن أتراجع عن القول الذي أقوله، مش عشان أسكت، مش عشان أتراجع عن القول اللي أنا فيه، لا 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 خليك على القول اللي أنت فيه، بس توقف عن الإنكار على المخالفين. فأقول لا، كان عنده مهابة شديدة جدا. ليش؟ لأنه صدع بالحق فاصدع بما تؤمر. هذا الدين، هذا التبليغ، هيك بتكون حنيفة، هيك بتكون إمامة. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.